هي كانت صاحبة خط كده مميز في الكوميديا، وكانت دايما تلقائية، عشان كده أول ما تشوفها في أي عمل فني تدخل قلبك على طول. دخلت كل بيت مصري ودخلت قلوب الناس كمان معاها جمل. طبعا يا شاذلي، الحقيقة ليها يعني جمل لحد النهاردة بنقولها، يعني أنا وأنت كنا قاعدين بنسمع المشهد بتاع عذراء هيفاء حسن. أبو راجل والسلام. لا ويا اختي جماله حلو، ويا اختي لا بموضوع أبو راجل والسلام ده اللي يجي في طريقك يعني بعتي أي حد جماعيا، لا مش مهم جماعيا، أبو راجل والسلام. لو كان في برضه في نفس الموضوع، في نفس الإفيه ده اللي كانت بتتكلم عليه، ان هو انا الوحيده اللي هفضل كده من غير جواز. لا كانت خطيره، من اخف دم الفنانات اللي جت في تاريخ السينما المصريه. وبالمناسبه يمكن هي كانت دايما بتطلع في ادوار العانس اللي بتدور على عريس، مع انها في الحقيقه زينات صدقي كانت حلوه جدا، كانت جميله جدا، لكن هي نجحت في الدور ده. صحيح، وتقريبا كان ليها اتجوزت 3 مرات يعني، لكن بس كان لاداء الدور. صحيح. على كل هروح لتقرير تاني بيتكلم عن صلاة العيد. طبعا صلاة العيد السنة دي كان لها طعم مختلف، خصوصا انها جت بعد غياب سنتين 2020 و2021، ده بسبب القيود اللي كانت مفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا. المسلمين في مختلف بلاد العربية والإسلامية تدفقوا على المساجد في بلادهم في أجواء سادتها بقى البهجة، وكمان تخللتها تهاني العيد. المسلمون في أنحاء منطقة الشرق الأوسط أقاموا صلاة عيد الفطر إذانا ببدء الاحتفالات بهذه المناسبة. آلاف المصلين تدفقوا على المساجد في بلادهم في أجواء سادتها البهجة وتخللتها تهاني العيد، وانضمت أسر لأداء الصلاة التي غاب عنها كثيرون في عامي 2020 و2021 بسبب القيود التي كانت مفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا. وعن العيد هذا العام يتحدث واحد من سكان العراق يدعى عثمان العامري. طبعا حقيقة هذا العيد بيفة روحانية وبيفة حالة تختلف عن الأعياد السابقة، كون العام من المرة كان أكو تباعد وموضوع كورونا، فكانت يعني حتى حالة الصلاة وحالة الروحانية داخل الصلاة ما تتحقق. كما يتحدث عن العيد مواطن لبناني يدعى زياد مصرة. نحن إجمالا عم نحس بالعيد بولادنا، عم نحاول نعمل المستطاع لنحسس هالأطفال إنه إجى علينا عيد وكان علينا رمضان، وينعاد على الجميع إن شاء الله بالخير والصحة والعافية، بس ما حدا مبسوط، ما حدا مرتاح، كله خوفين من المستقبل، من المجهول اللي ممكن يصير فينا. الاحتفالات بالعيد سادت العالم كله، حيث يجتمع المسلمون مع أسرهم وأحبائهم ويتناولون الكعكة والحلويات اللذيذة بعد شهر الصوم.